شئنا أم أبينا، كان من الممكن أن تدخل سكوير إنكس في دوامة لا نهاية لها بعد أن استغرقت سنوات طويلة في العمل على مجموعة من المشاريع المرتقبة استمرت لأكثر من 7 سنوات بدءا من فينال فانتسي 6 في ووصولا إلى كينغدوم هارتس 3. ولكن لحسن الحظ تمكنت الشركة بطريقة أو بأخرى من إنهاء عملية التطوير بالشكل الملائم لكلامنا العنوانين، وينتظر حاليا إطلاق كينغدوم هارتس 3 بالأسواق في نهاية الشهر الجاري. مخرج اللعبة تاياسو تلقى العديد من الاستفسارات طوال الفترة الماضية عن سبب استغراق عملية التطوير كل هذه المدة، موضحا في تصريحاته لموقع بلايستيشن لايف ستايل أن السبب الرئيسي هو تغيير المحرك في منتصف عملية التطوير والمشاكل التي عقبت هذا الأمر وتسبب في تأجيل إطلاق العنوان أكثر من مرة لكونه لا يقدم الصورة النهائية التي تبحث عنها شركة الناشر اليابانية. وبعد فترة طويلة من التعديلات والتغييرات المستمرة انتهت عملية تطوير كينغدوم هارتس 3 بالكامل. أوضح المخرج أنه بالرغم من محركهم الحالي رائع في تقديم ألعاب AAA مميزة، إلا أن وجود تغييرات كبيرة في التقنية المستخدمة مقارنة بالمحركات الأخرى التي عملوا عليها سابقا جعل عملية التطوير تستغرق فترة أطول، إلى أن تمكن فريق التطوير من التكيف مع الوضع الجديد. تقارير سابقة أكدت حجم كينغدوم هارتس 3 لمساحة شاغرة تقدر 40 جيجا عندما يحين موعد إطلاقها بالأسواق. بس بصراحة يا جماعة لو نكون واضحين شوية مع بعض، أنا مرة متفائل من هذه القصة حقت الجزء الثالث، جمعت شخصيات كثيرة مرة. ما علي، أنا من عوالم ديزني مو دائما تهمني قد إيش، لكن اللي تهمني القصة نفسها حقت سورا وأصدقائه وأعدائه والمنظمة ومين ما كان موجود، إذا كان في طرف ثالث إحنا جاهزين لهم. لكن خلينا واضحين شوية مع بعض، ترى فيها لحسة مخ، فانتس، فينتوس، روكسس، سورا، شيون، ناميني وكايري كمان معاهم في نص المعمعة ومدري مين جاي. والله قروشة مو طبيعية من عدد الشخصيات الموجودة ما شاء الله، كل هذول متصلين بسورا، شيء عجبني يعني. رحت فيها حتى عندك زينارون، مدري زيناتور أيا كان اسمه، زينور هذا اللي اسمه ماستر كي بليد اللي مسوي فيها، جايب لك دحينة هذه اللي اسمها سكالا آت كايلم. عموما هم متجمعين يعني بصراحة شيء عجيب، بدل ما تكون في مدينة أخيرة صار في مدينة بيضة مجتمع على 3 أماكن فوق البحر تحس إنها ألتشا. فعندك يعني أمور كثيرة صراحة لازم تستعد لها في كينغدوم هارتس. يعني هل هذه المرة حيسحب فينتوس وأكوا؟ إيش وضع، إيش بكده مسوي فيها شريرة؟ وعندك تيرا اللي داخله الجزء حقه الشرير، ولا يجيك روكسس مدري ريكو يتضارب مع نفسه الأصغر ريكو اللي كان عمره 8 سنوات مدري كم سنة 10؟ يعني حاجة عجيبة كده تحس انك لازم تلعب وتفهم القصة اكثر. والاجزاء اللي فاتت كمان حرشوها فيك، يقول لك يلا روح العب الاجزاء اللي فاتت بعدين اشتري كينغدوم هارتس 3. واللي عجبني كمان اللي هو تأجيل الفيار، الفيار ليه اجلتوها يا جماعة؟ خلينا نلعب وننبسط، ايش فيكم انتو؟ ما ادري هي كم سعرها، هتكون بفلوس ولا هتكون نسخة خارجية ولا سيزون باس ولا ايا كان اللي هيحصل؟ حنكون مستعدين لاي حاجة ممكن تصير. بصراحة ممكن انزل فيديو ثاني ان شاء الله عشان الحق قبل لا تنزل اللعبة، باقي لها تقريبا 20 يوم من المقطع هذا، يعني اذا نزلت متسربة ولا شيء مين يدري، هو اكثر من 20 نسخة ممكن تسربت على الاكس بوكس، لكن ما هي كاملة ما فيها اي تسريب ولا في اي حرق. لكن خلينا مستعدين. خلينا نشوف ايش مصير روكسز الحزين. كان معاكم حسام، لا تنسون اللايك والسبسكرايب ودعم القناة. في امان الله.